أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا، وأهلا بضيوفنا الكرام في حلقة جديدة من طبيب على الهواء. حقيقة الكلام عن طب الأسنان منذ قديم الأزل، منذ آلاف السنين، منذ حد الحضارة الفرعونية. فيقال أن في مصر الفرعونية القديمة ما كانش في دليل كبير على تسوس الأسنان، لأن معظم طعامهم كان خالي من المواد السكرية. وقد عثر على بعض الموميات فيها حوالي 25 التهاب صديدي، يعني زي خراج تحت الدرس في بعض البراديات القديمة. ولكن في العصر الحديث التقدم في الطب ومجال الأسنان وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، من العلاج التحفظي، من استخدام الكمبيوتر، من التركيبات والغرسات، إلى أعتقد آفاق أخرى. ضيوفنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد شريف عبد الفتاح، أستاذ في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية ورئيس قسم الأسنان بمستشفى مغربي جدة، وأيضا ضيفنا الدكتور جمال العلواني، أستاذ طب الفم وجراحة اللثة وغرس الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، واستشاري ورئيس قسم الأسنان بمركز مغربي بالرياض. دكتور شريف، دكتور جمال، أهلا بكم. موضوع الحقيقة يعني تركيبات، يعني أنا بحس أن التركيب والغرس والزرع كأنهم وجهان لعملة واحدة أو شيئان مكملان لبعضه. يا ترى ما هي تركيبة الأسنان أساساً؟ لأن الناس بيتبادر إلى ذهنها أن التركيبة يعني طقم وحخلع وأشيل ويضيع ويوسع ومحلو وتنظيف. هل هناك تركيبة ثابتة، تركيبة متحركة، تركيبة لها مثلاً محمل من المعدن وخلافه؟ دكتور محمد، طبعاً يعني هو يعني مجال التركيبات ده علم كامل في طب الأسنان، بينقسم إلى قسمين كبار، وهي التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة. أي. طبعا المفهوم عند بعض المرضى، أو ما نقولش المرضى، نقول الناس اللي فقدت بعض الأسنان، إن التركيب لازم يكون ثابت. لو الواحد سنه صغير ولو في فرصة، طالما في أسنان تانية بقى نقدر. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هناك اختلاف كبير في الموضوع ده، لأن مش كل حالة يصلح لها تركيب ثابت، ومش كل حالة برضو يصلح لها تركيب متحرك. فهناك مثلا في التركيب المتحرك، في بعض الناس بعد الخلع، لأن نفس العظم بتاع الفك ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحمل الأسنان، فمجرد أن بيحصل خلع، أو ساعات الخلع بيكون نتيجة لأسباب حوادث ولا شيء كده، فبيحصل فقدان لكم كبير من العظم ده. ففي الحالة دي التركيبة المتحركة أصلا ما بيكونش عندها فرصة للثبات، ومن هنا بيكون الحاجة إلى، أو من هنا نشأت التطور بتاع علم الزراعة أو الإمبلانتولوجي أو الغرسات. بتيجي في بعض حالات تانية بنقول ان التركيبة الثابتة لا تصلح، لان لو الاسنان الدعامات اللي هي هتشيل التركيبة الثابتة دي صحيا برضو العظم ولسه مش في حالة طيبة، فهم لا يصلحوا لان يكونوا دعامات لتركيبة ثابتة. فزي ما بقول لحضرتك، كل حالة لها ظروفها، وكل حالة بتحتاج تقييم كويس من الدكتور، ان لازم يقيم حالة الاسنان الدعامية حتى في التركيبة المتحركة. يعني الاسنان اللي موجودة متبقية للتركيبة المتحركة دي تعتبر دعامات، بنحتاج في بعض الاحيان زي ما حضرتك ذكرت، بنحتاج ان احنا نعمل حاجة اسمها التاتشمنت، يعني جزء يلتصق، يعني بتتركب على السنة الموجودة تركيبة او تلبيسة فيها، زي بنقول عليها احنا بالبلدي عاشق ومعشوق، بتبقى يعني جزء داخل في بعضه، بحيث انه يدي بعض الثبات للتركيبة المتحركة. فلو السنة دي مش في حالة طيبة من حيث السيستم، يعني السنة دي عبارة عن جهاز حضرتك وليست حاجة مستقلة، يعني العظم المحيط بيها، اللثة المحيطة بيها، كلهم بيمثلوا جهاز لازم اتعامل معاه كوحدة واحدة، ولا استطيع ان افصل السنة. يجي لك السنة دي كويسة يا دكتور، ليه ما تلبسليش عليها، ما تركبليش عليها تجاه، اقول له لا، يعني في الحالة دي ما بنقدرش. ليه؟ لان لما اجي اعمل لها اشعة ولاقي مستوى العظم نازل او في جيوب لثوية شديدة حواليها، بتبقى دي في تقييمنا غير صالحة انها تكون دعامة
جيدة. وعلى هذا الأساس الدكتور بيشخص الحالة وبنقول للمريض. فأنا برضو أرجو أن المرضى تفهم وتتقبل مننا لما بنقول لا مصلحش ثابته، يبقى أنا بعايز له الحاجة الكويسة يعني. طيب نيجي بقى الموضوع غرس، يعني أنا إحنا قبل كده يمكن اتناقشنا طويلا في هذا الموضوع، هي غرس ولا زرع بمنتهى الأمانة؟ لأن الزرع أعتقد كلمة أتقل من الغرس. أنا شكلي يعني تهيالي أن الغرسة تعطي مضمون أعم وأشمل وأسهل على الفهم من الزرع، وإحنا ليه يعني بنلجأ إلى الغرس أو الزرع؟ هو زي ما حضرتك بتقول أنه هو من ناحية اللغة فهي الغرس طبعا هو أفضل، أن هي شيء بيتغرس أو هي عبارة عن وتد من التيتانيوم يشبه تماما جزر السم. تيتانيوم هو معدن خام. تيتانيوم معدن خام لا يتفاعل مع الجسم، يشبه شكل الجزر بتاع السن. أيوه. بيتغرس عشان يعوض السن المفقود. أيوه. فالغرس أفضل طبعا من الزرع، لأن الزرع معناها أن أنت في حاجة بتنمو في زراعة، هي الغرسة لا تنمو ولا 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 تزيد في الحجم ولا شيء، فهي غرسة زي ما حطيتها بتفضل في مكانها، فعشان كده الغرس هو من ناحية اللغة أفضل من الزراعة. ليه إحنا بنلجأ طبعا هو علم زراعة الأسنان أو غرس الأسنان هو إحنا بنقول عليه العلم القديم الحديث، لأنه فعلا زراعة الأسنان لك أن تتخيل أن في زراعات في بق بعض الناس، طبعا مش في الدول العربية ولا في الدول الفقيرة، هو في أوروبا وفي أمريكا في زراعات في بق ناس موجودة بقالها 25 وفي أكتر من 30 سنة في زراعات ما زالت موجودة. يعني زراعة الأسنان علم قديم بدأ في الستينات، ولكن بدأ يظهر أكتر في أواخر السبعينات. فزراعة الأسنان وغرس الأسنان ليه بنلجأ له أحيانا؟ زي ما قال الدكتور محمد، مش كل الحالات بينفع معها التركيبات، احيانا كتير زي ما الدكتور محمد بيكون العظم ما يستحملش او اللثه ما تستحملش او شيء من هذا القبيل، بيتحضر العظم ويتبنى تاني ويبتدي يتزرع اسنان او يتغرس اسنان مكان الاسنان المفقود. الحاجه الثانيه ان المريض بيميل ان هو يبقى شكلا وموضوعا قريب من سنته الطبيعيه، لان الموضوع في موضوع جمالي بالظبط. احنا مش عاوزين نتدخل مع احنا لا نتعارض مع الدكتور محمد مش عاوزين نتدخل معاه، ولكن هو فعلا زراعه الاسنان اقرب للسن المفقود، لانك انت نمره واحد ان انت ما بتلمس الاسنان السليمه المجاوره للمكان الفاضي، يعني الدكتور محمد عشان نعمل تركيبات لازم نبرد الاسنان وشيء من هذا القبيل. ف دلوقتي غرس الأسنان بقى هو التشويز أو الاختيار رقم واحد في تعويض الأسنان. ده ما يمنعش إن إحنا أحيانا كتير ما نقدرش نغرس أسنان، فبالتالي نلجأ للتركيبات الثابتة اللي الدكتور محمد بيعملها. والحاجة الثانية إن هو غرس الأسنان وتركيبات الأسنان هما مكملين لبعض. يعني أنا جاي للمريض عنده سن مفقود، أنا بفتح اللثة كجراح بحط له الغرسة أو الوتد اللي قلنا عليه اللي من التيتانيوم، وبنقفل اللثة، اللثة الجرح يلم والسن ده يثبت مكانه أو الجذر ده يثبت مكانه أو شبيه الجذر ده يثبت مكانه، نبتدي نحوله على طول على الدكتور محمد يعمل له التركيبة أو التاج، وده شغلة التركيبات هو طلع لي تاج أو شكل سن من ناحية التجميلية مقبول ومن ناحية الوظيفية برضو مقبول. جميل، وهو ده اللي احنا. أعزائي المشاهدين ضيوفي الكرام، بستأذنكم في أن أخذ وقفة إعلانية قصيرة وبنرجع نكمل كلامنا مع دكتور محمد شريف ودكتور جمال علواني، فإلى اللقاء بعد فترة قصيرة.